السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار السلسلة الرمضانية افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان، جيت اليوم بفيديو جديد اللي عودتكم عليه طيلة أيام رمضان. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقرأ الثمن الأول من الحزب 18 من سورة الأعراف. دائما مرحبا بكم وزيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. وبسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الملك الكريم. إذا هذه كانت قراءتي للثمن الأول من الحزب 18 من سورة الأعراف من القرآن الكريم. كنتمنى أن القراءة ديالي تكون استحسنت المسامع ديالكم. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اليوم 18 من رمضان اللي كنتمنى أنه يكون دايز لكم بخير وعلى خير بصحة جيدة وبأعمال متقبلة إن شاء الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.